شوف بقى بقى بص 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 علينا عبيدك يا رب بص عند الفضح ده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ايه يا سيد المعلمين؟ ازيك يا استاذ؟ عايزين بقى حاجة كده يعني نفتخر بيها قدام الخل. تحت امر حضرتك، عندك كل حاجة، عندك رجالي وحريمي. وادي البروفة الرجال ايه؟ خش ايز. وادي البروفة خلي الانسة تخش تقيس جوه. خلي ليه؟ الانسة تخش تقيس جوه. على اساس ان انا واقف قدامك شفاف. في ايه يا استاذ؟ انا غلطت فين دروستم يعني؟ في ايه؟ الله 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 الله. لا انا كلمتك انت عايز تخنق ليه طيب؟ الله تمال امك انت اللي انت بره 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 لم علينا عبيدك يا رب. وفي ايه؟ عارفة؟ الله الله الله. الناس راحت فين يا بوب؟ مش عارف. الناس دي كانت كرافيك ولا ايه؟ يا نهوي! ايه؟ الفلوس! مش خطرتيني فكرت البتاع ملغم ولا حاجة. ما تخافيش يا بنت، الفلوس النهوف في قلب الجيب جوزك سبع. خفت يكونوا الثانوية خرمني. لا يصيروا منين اهو في جيبي اهو. بس ولو برضك لازم نروح في الشياكة عند محي ومرفت وبين نكمل شوبنج. انت ناك نروح الموسكي كلاس اكتر. اه طبعا والله عندك حق. المرة الجاية نروح الموسكي. يلا هو ده الكلاس فعلا. لما علينا عبيدك يا رب. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. على فكرة الصفرة دي كلها جاية دليفري من دبي. والراجل جاي بالفزمة من دبي. والنبي كنت عارف انك هتعلق عليها. مش كده؟ ما بتعديش انت يا لولو، ما بتعديش حاجه. بموت بضحكة الكابوريا اللي انت بتعملها دي. ظريف قوي يا عم. العيال بتموت فيك. عين احسن عمو. حبيبي ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك. عين محي. ايه دبل العجل اللي قاعد جنبي ده يا نجلاء؟ يا حبيبي طفل 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 ايه ده؟ طفونة يا بابا طفونة. قولي عفونة مش طفونة. ده الواد هيطرشق زي الخرشوف. خلاص بقى عين. ما قلتليش بقى يا لولو، الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده بقى خلاص قال لكم مش هتخلفوا تاني خالص صح؟ مفيش امل. لولو مش هتخلف تاني. ما تخلفش ليه؟ راجل وست ما يخلفوش ليه؟ يعني هنجيب واحد من كارفور. كنت عارف انك هتعلق عليها. ما اقولكيش بقى على فيلة الساحل الشمالي. يا نهار ابيض، الفيلا كده، الجنينه كده، البحر كده، يعني تدقلجي من السرير تنزلي على البحر غطس. يا ميدي هاتي العلبه اللي اديتها لك الظهر. يا نهار ابيض يا عالجمال. بصي الجمال، شايفه وانا بتمشى في الشانزليزيه لما كنت في باريس انا وجوزي، اول ما شفته ما استخسروش فيا، ارخص من مصر ب 29000 جنيه تخيلي. بصي وليلي. الله الماس. يا لهوي الماس. مبروك، الف مبروك. حاجه تقبل طبعا. والان مع المفاجاه. ايه هننفجر ولا ايه؟ لا ولا إيه؟ اول اغنيه اطفال بصوت ابني ياسر محي الدين. طب ما تكمل بقيه الشارع، خليه ياسر محي الدين ابو العز المتفرع من البطل محمود عبد العزيز. والله على رايك، انا خايف انزل الشريط الناس تتوه. يلا يلا يا ياسر، يلا يلا يا ياسر سمع عمو. يعني لكم يا بابا يعني لكم يا بابا يعني ايه لكم اقول لكم ده. طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكره. لا كمان يا كل ده يعني لا كمان.
الله الله برافو يا حبيبي، برافو يا حبيبي، ما شاء الله يا ضحية. ابنك مش محتاج لشيط اطفال، ابنك محتاج يغني على نفقة الدولة. حبيبي يا ضحية. ميرسي يا لمبي، عقبال اولادك. يوه انا ناسي يا اخي انكم ما بتخلفوش. يلا يلا النوم. يلا تصبح على خير يا ضحية. ايه يا نوبة؟ انت بتسلقي بني ادمين ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ قال الدكتور. انا حاولت اعتذر لهم 100 مرة مفيش فايدة، هيزعلوا. يا حبيبتي اعمل لك مفيش فلوس. بقول لك مفيش فلوس. اغنيها لك؟ مفيش فلوس حلاوة، مفيش فلوس يا حلولي. اقول لك ايه؟ ناتشفة، ناتشفة زي الموتشفة. يعني ايه يا لمبي؟ الله ايه يعني ايه يا لمبي؟ يعني مش انا اللي فتح مراتي على حساب عديل الغني. طب ايه رايك بقى ما انتش داخل المطبخ تاني؟ عشان انت كل مره تدخل المطبخ تقعد تاكل من الاكل من قبل ما اخلص. هدي امشي اطلع بره. الله ما بره بره انت يعني هتطلعينا من الكونسول؟ على فكره انت بنيه مفتريه او المصحف، لو ربنا اداكي هتدوس على زمامير الخلق كلها. اعوذ بالله. هات الخياره، هات الخياره بتاعتي وليا مقتدريه. حجر عايزه هنا، عايزه يا بنت، عايزه انت عايز تتخانق على الصبح ليه؟ وهخسرك نفوخك. تعالي. طب بالراحه، طب اطلع بره. طب بالراحه، طب بره يا بنت، بالراحه بقصدك. ما تعصبنيش انا بابو امي. والمصحف على هكسرلك نافوخك. اقعد قعدنا اتوضى لي ارض لوكلوك. انا عايز اعرف انت بتغير من محي عشان اغنى مننا ولا ايه؟ انا اغير من محي؟ ده انا غير من تحت باطي ولا غيرش منه. ده كفايه وشه اللي متراقب. افهم من كده ان انا مش هطلع المصيف مع اختي وجزوختي محي؟ لا نطلع النجم، نطلع. انت مش عايزة نطلع المصيف؟ نطلع المصيف عشان يفضل يعاير فينا بقى في الطلعة وفي الدخلة. الفيلا دي بسبعة مليون ونص وتسعة وخمسين كرش. انتوا رحتوا للدكتور ولا لسه ما رحتوش؟ انتوا بان عليكم مش هتخلفوا خالص. بني ادم سائل ورزيل والتباتة بتبوظ من وشه. سبحان الله، سبحان الله في رزقه، اللهم لا اعتراض. بني ادم ربنا مديله المال والبنون، ما فاضلش غير انه يديله يوسف شعبان عشان يقفل المسلسل. والنبي انا عايز اخلف عيال على ايه؟ عشان يشوفوا عقد وجنان ابوهم؟ الا ما مر طلبت منك طلب الا ولازم تعجن عليا. يا نوجا بس بقى خلاص. طب بقى ما تعيطيش بقى نوجا بقى، ما انا مش حامل من حاجه يا نوجا اهو. الله، قلت لي عايزه لبس، خدتك لاشيك مناطق عشوائيه في البلد وجبت لك لبس اي ست تحسدك عليه في الدنيا. جبت لك شقه بص لحيطانها، بص للسقف، لوحه فنيه مرسومه. فنكخ نفسه ما يعرفش يرسم الرسمه دي لان ده الكخ نفسه. البنت فواق بقى. والنبي اللي يسمع كده يقول ما عايشني في لندن. والنبي اخلعي البتاع ده نجلاء. يا بنت اهدي بقى، ما تسمعيش كلام حد بقى. اختك المبجله اللي بتجيلك دي مش هتنفعك، فاكره نفسها قصر في دور دالي. مالكش دعوه باختي. ولعي بيها، انا هقول لك اكتر من كده ايه؟ ابلعوا بعض يا ستي، ابلعوا زي القطط. انتوا بصوا زي القطط، والمصحف زي القطط، تاكلوا وتتكرعوا. بتكرع؟ ايوه بتتكرعوا. انا بتكرع يا لمبي؟ ايوه بتتكرعي، وكلمه ثانيه هكرعك بره. الله يخرب بيت المصحف على عايزين يروحوا. لا هاتي ام النضاره دي، النضاره دي هي اللي مبوظه علاقتنا، مفيش نضارات تاني، خلاص. هم 2500، 2000 هنركب بيهم سرير بدل السرير ابو جرده ده، وال 500 التانيين هظبط لك بيهم المخدات بتاعت المناخير دي عشان نفهم، نفهم بعض، نفهم بقى، يبقى في كابيلتي بينا احنا الاثنين. مهم الكابلتي. الله حرام عليكي. طب يا نندي ما خلاص يا نجلاء بقى، قلت خلاص هنزل اشتري السرير دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وحضراتكم طيب. طيب الله يخليك. مصلك والله انا عندي سرير بس ايه لازق في رجله جردل كده، فهل ممكن تشنج؟ لا مفيش تشنج عندنا والله. مفيش اي لا 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 لا. طب في عندكم سراير؟ اه موجود ان شاء الله. طب ممكن تقول لي فين عنبر السراير؟ عنبر؟ قصدي قسم السراير. عندك كده على اليمين. يمين كده؟ اه يمين كده. طب انا متشكر جدا. شكرا. سراير حلو ما بتزيقش. لا ما بتزيقش بجد والله. ان شاء الله. بس انا ما بحبش اللي بيزيق بيفضح في الحكايه. خد البرشام ده هيريحك لغايه ما تجي لي مستشفى وتدخل على قسم الاعصاب عدل. حاضر بس شوف الحل ارجوك، انا العيال ابتدت تخاف مني في البيت، اعمل ايه؟
اسيب البيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده بس اتكلم مع الدكتور. يا دكتور طب انت عندكم سراير في العياده؟ لحظه واحده من فضلك، لحظه واحده. حاضر. خلاص يا دكتور اعتبر المكان مكانك، تمام؟ والكرسي خلاص اتحجز باسم حضرتك. تمام، هذا السرير ده كتم للصوت وده اللي هدف العنتابلي. أمرني الله الحبيبي ربنا يخليك ربنا يخليك والنبي، بس عشان أنا يعني بفزع شوية من الحركة دي. هل أنت كنت واقف مع دكتور ألف لا بأس شر عليك؟ كنت بتاع بخصوص البق ده عيان ألف لا بأس شر عليك. الحمد لله. بقول لحضرتك إيه يا نبي، هو السرير اللي هناك ده كم هذا السرير؟ ده؟ 4500 جنيه لحد البيت وحساب العربية عليك، يعني كله 4800 جنيه. لا 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 مش عايز، الناس حاجة أوطى من كده، أنا حاجة أوسخ من كده شوية. في ده 900 جنيه بالمشال. ده حلو قوي ده، ده أنا جربته. حلو؟ أنا جربت عملت كده وكده فكت من الصوت ما شاء الله. بكام حضرتك؟ 900 جنيه بالمشال. لحد البيت بالمشال؟ اه. طب لو أنا جيت شلته من هنا يبقى بكام؟ ب 800 جنيه. طب لو أنا جيت نمت عليه هنا بكام؟ والله انت ظريف جدا. ايوه قوي ضحكتك عصا والله. بقول لك مره واحد دماغه مشغوله قال له فين واتصل تاني. سلام ورحمه الله وبركاته. عصا والله ربنا يخليك. طب السرير ده حاخده ان شاء الله، هبقى ادفع الفلوس هنا في الكوافير؟ لا الكاشير هنا يا اكسلانس. حلو قوي. طب والسرير ده سكن امس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ لو دفعت الفلوس النهارده هتاخده يوم الخميس. الخميس 22 بعد بكره. ايوه مرسي يا سكلانس. اصحى يا لمبي الساعه بقت 9 ونص. احنا بقى على الصبح الخناقات اللي هتبقى على المصرف وسنين المصرف السودا وبوزها اللي هيبقى ثلاث انطار قدامها. الحاجات دي اتغيرت ازاي؟ والسرير ده جاي امتى؟ طب والسرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ بعد بكره خميس 22. ايه ده؟ نجلاء! نجلاء! نجلاء هو السرير ده جه امتى يا نجلاء؟ قبل سفرنا بيوم يا حبيب. قبل سفرنا بيوم يا حبيبي؟ ده نطلع اغنيه ده ولا ايه؟ يعني ايه قبل سفرنا؟ ايه ده؟ الخميس 29 غوليوس؟ الخميس 29 ايوه. نجلاء نجلاء هو حبيبة قلبي السرير ده بقول لك ايه انت؟ مالك يا راجل عمال تسألني من الصبح؟ ما انت اللي مراكبه مع العمال ابن ازرق. استنى 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 انت اللي في وشك ده؟ ايه النضاره دي؟ وانا اقول الخنفان طار منين ده؟ يا لهوي سلامتك يا لمي، ما انت اللي جايبها لي ومركب السرير مع صناعيه قبل ما نسافر المصيف. مصيف؟ انا رحت معاكم المصيف؟ ايوه استاذ لمبي. ايوه مين معايا؟ انا الدكتور احمد الشواف اللي كان معاك ساعه الوقعه من اسبوع. انت كمان اسبوع؟ قول لي انت كويس دلوقتي؟ لا انا كويس انا كويس انا كويس. بس هو الايام حصل فيها
طب كده اهو مش عارف. طب اقول لك يا دكتور، مش لا مش لو مش لو شواف.